السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع الهيدروكربونات الغير مشبعة والتي تحتوي على روابط ثلاثية اللي هي إيه؟ الألكينات أو الأسيتيلينات. الصيغة العامة CnH2n ناقص 2، وهنبدأ على طول زي ما إحنا متعودين بطرق التسمية. الطريقة الأولى الأسماء الشائعة، وفيها بعتبر الأسيتيلين هو المركب الأصلي وبقية الألكينات مشتقة منه. على طول أدي زي ما احنا شايفين أهو، أبسط واحد اللي هو الأسيتيلين، تمام، هو ده المركب الأساسي بتاعي. مثال تاني مركب بالشكل ده، فأنا هعتبر الجزء ده هو إيه؟ الجزء اللي جاي من الأسيتيلين، وبالتالي في عندي مجموعة ميثايل فأسميه إيه؟ ميثايل أسيتيلين، يبقى ده اسمه ميثايل أسيتيلين. مركب تاني عايزين نسميه بالأسماء الشائعة، فبدور على الرابطة الثلاثية وأعتبر الجزء ده هو إيه؟ اللي جاي من الأسيتيلين. في عندي مجموعتين ميثايل، فبالتالي نسميه إيه؟ ثنائي ميثايل أسيتيلين. المثال ده ادي الجزء الاساسي بتاعي، فعندي هنا مجموعه ميثايل والناحيه الثانيه مجموعه ايه؟ ايزوبروبايل، فبالتالي اسمه ايه؟ ميثايل ايزوبروبايل اسيتيلين. ده كان التسميه بالنسبه ايه؟ للاسماء الشائعه. هندخل بعد كده على التسميه على حسب نظام الايوباك. نفس القواعد اللي احنا اخدناها، اللي هي بنختار اطول سلسلة معانا ونشوف الالكان المقابل. هنا الالكان المقابل بحذف منه الف ونون واضيف الف يه نون. مثلا لو معانا، لو المركب فيه ذرتين كربون يبقى الالكان ايه؟ ايثان، هشيل الف ونون يبقى ايثاين بروباين بيوتاين وهكذا. معانا مثال اهو، اول خطوة عايزين نشوف عدد ذرات الكربون في اطول سلسلة، 1 2 3 4 5 6، يبقى معانا ايه؟ 6 ذرات كربون، اللي هو ايه؟ الالكان المقابل عبارة عن هيكسان، هيكون الالكين ايه؟ هيكساين. وعايزين نحدد مكان الرابطة الثلاثية، طبعا هنا هتاخد الرقم 2 اهو بالشكل ده، وما ننساش ان في مجموعة ميثايل على الذرة رقم 5، بالتالي هيكون اسمه ايه؟ 5 ميثايل 2 هيكساين. مثال تاني، مثال بالشكل ده برضو هنشوف 1 2 3 4 5 6. هنا برضو السلسلة فيها نفس عدد ذرات الكربون اللي هو 6، يعني الالكان هيكسان يبقى الالكين هيكساين. طيب نرقم منين؟ لو رقمنا من ناحية اليمين 1 2 3 يبقى الرابطة الثلاثية واخد رقم 3، ولو من ناحية الشمال 1 2 3 برضو، لكن هنا في مجموعة ميثايل بره الحلقة بره السلسلة، فلازم نرقم من ناحية مجموعة الميثايل عشان تاخد أقل أرقام. فالرقم من ناحية الشمال ادي 1 2 3 4 5 6، على الذرة رقم 2 في مجموعة ميثايل يبقى اسمه. طرق تحضير الألكينات. أول طريقة من المركبات الهالوجينية، مركبات الهالوجينية لو أنا أخدتها سخنتها مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي، المركب بيفقد هاليد الهيدروجين ويديني ايه؟ الاسيتيلين بتاعه. نلاحظ هنا لازم تكون ثنائية الهالوجين، يبقى انا بحضر الالكينات من المركبات الهالوجينية ثنائية الهالوجين، لازم يكون في اتنين ايه؟ ذرتين هالوجين. فهنا هيطلع اتنين جزئين HCl، Cl من هنا و H من هنا، والمرة التانية Cl من هنا وال H من هنا، ويتكون معانا ايه؟ الرابطتين الثنائيتين، يبقى عندنا رابطة ثلاثية.
في المثال الاول لو احنا لاحظنا ذرات الهالوجين كانوا على ذرات كربون مختلفه، فدول نسميهم متياوره. لو كانوا على نفس الكربونه فدول ايه نسميهم توأميه. يبقى انا بحضر الكاينات من مركبات الهالوجينيه ثنائيه الهالوجين المتجاوره او التوأميه بنفس الطريقة. هنا برضو بسخنه مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي بيطلع 2 جزيء HCl وبحصل على ايه؟ على الالكينات بتاعتي. هنا هيكون معانا الميثايل اسيتيلين. مثال تاني برضو لو كان معايا الهالوجين عبارة عن بروم مفيش أي مشاكل، برضو بيطلع 2 HBr وبحصل على ايه؟ الميثايل اسيتيلين. ممكن نعمل امثله اي امثله زي ما احنا شايفين كده. يبقى اول طريقه تحضير الالكينات من المركبات الهالوجينيه ثنائيه الهالوجين المتجاوره او التوأميه بالتسخين مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي. الطريقه رقم 2 بيظهر معانا مره ثالثه اللي هو تفاعل كولب. لو احنا فاكرين استعملناه في تحضير الالكينات والالكينات، والنهارده برضه اهو بيظهر معانا في تحضير الالكينات زي ما احنا برضه اخدنا اللي هو عباره عن ايه، بعمل تحليل كهربي لمحاليل املاح الاحماض العضويه. المره دي هيكون معايا الحمض العضوي ثنائي الكربوكسيل وغير مشبع، وفي برضه ربطه ثنائيه. يبقى عشان احضر الالكينات باستخدام طريقه كولب لازم ابدا بملح الحمض العضوي يكون ثنائي الكربوكسيل وغير مشبع. بنفس الطريقه بيتم اول حاجه يفصل الايونات، واللي يهمنا هنا يطلع 2 جزيء ثاني اكسيد كربون، وبيتكون الرابطه ايه الثلاثيه ما بين ذرتين الكربون زي ما احنا شايفين. طبعا انا ممكن استعمله تحضير ايه اي الكانات او الكينات او الكينات، بغير مجموعات الميثايل ايه هنا واشوف انا مطلوب مني ايه في لو مثلا سؤال. يبقى هشيل مجموعات الالكايل اللي هنا مثلا احطها ميثايل او 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 ايثايل او اي مجموعات بحيث يديني النتج المطلوب مني. بالنسبه لتفاعلات الالكينات عندنا اضافه طبعا ايه هتكون عباره عن معظم التفاعلات تفاعلات اضافه زي ما احنا اخذنا في حاله الالكينات. فاول اضافه اضافه المواد الباحثه عن الشحنه السالبه. باحثة عن شحنه سالبه يبقى هي عليها شحنه موجبه، يبقى اسمها الكتروفيليه. زي مثلا اضافه الهيدروجين، الهيدروجين عليه شحنه موجبه فده بيبحث عن الشحنه السالبه. اضافه الهيدروجين زي ما اخذناها في حاله الالكينات بيكسر الرابطه ويضاف عليها. هنا الاختلاف ان هيكون معانا 2 جزيء من الهيدروجين بالضبط. اول خطوه بيكسر رابطه ويدينا ايه الايثين، وبعد كده يضيف جزء تاني ويدينا الايثان. يبقى اضافه المواد الباحثه عن الشحنه السالبه زي اضافه الهيدروجين، هنا بيضاف 2 جزيء من الهيدروجين زي ما احنا شايفين. طيب اضافه هاليدات الهيدروجين، وهتم هنا الإضافة على حسب برضو قاعدة ماركونيكوف زي ما أخذناها. تمام، يضاف الهيدروجين الأول على ذرة الكربون الغنية بالهيدروجين، وبعد كده الكلور على الذرة الثانية. فأول جزيء أهو هيبقى CH دي الغنية هيبقى CH2، والCl هيجي على الذرة اللي جنبيها. وبعد كده جزيء ثاني يضاف بنفس الطريقة، الهيدروجين على CH2 هتبقى CH3، والكلور هيجي على ذرة الكربون الثانية يبقى ايه بالشكل ده. يبقى ده بالنسبة للمواد الباحثة عن الشحنة السالبة، لأن ببدأ بإضافة الهيدروجين الموجب فده بيدور على الشحنة السالبة. رقم 2 إضافة المواد الباحثة عن الشحنة الموجبة، لأن ايه ببدأ إضافة حاجة عليها شحنة سالبة فهتدور على الشحنة الموجبة. نسميها نيوكليوفيلية زي إضافة الـ HCN أو سيانيد الهيدروجين. تمام، فهنا أول إضافة بتبدأ الجزء السالب هو الـ CN السالب،
يتضاف على الرابطه الثلاثيه، بيكسر الرابطه ويتضاف، وبعد كده يتضاف الهيدروجين الموجب على الشحنه السالبه دي عشان يعادلها ويدينا ايه؟ السيانو ايثين. السيانو ايثين رقم 3 الأكسدة. الأسيتيلين بيحترق في الهواء الجوي وبيدينا ثاني أكسيد كربون ومية زي ما حصل في حالة الألكينات والألكانات، ولكن بصفة عامة لو أنا أخدت أي الألكينات الأخرى فهنا أنا بعمل لها أكسدة، بحصل على الأحماض الكربوكسيلين. إذا الرابطة الثلاثية بيحصل كسر هنا كامل ويدينا ايه؟ الاحماض الكربوكسيل، اتنين جزيء من الحمض الكربوكسيل. لو الاتنين طبعا لو مجموعتين الالكيل زي بعض بيديني اتنين جزيء من نفس الحمض، لو مجموعات الالكيل في اختلاف طبعا في بيد ايه؟ حمضين مختلفين على حسب مجموعات الالكيل اللي انا بادئ بيها. وكده يبقى خلصنا الهيدروكربونات، وإن شاء الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.